السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تهلا خوتي الاعزاء كي دايرين عليكم رمضان كريم اليوم جيت غير نشارك معكم واحد دي اللاطه ديال لي لازان هذه بصراحه اول مره كندير انا هذه دي النوعيه هذه وشاركتها انا ولدي شاركتها انا وياه نويا اللي جاتنا فكره درنا انا درنا غير لاقات تراكم عارفين يكون الدراري ما قلتي ما تيبغيوناش معنا المهم على كل حال انا وجدت وجد شمال كما راكم عارفين الطريقه العاديه ديالها درت لاصوص صوص عاوتاني ديال المطيشه والكفته حتى راكم عارفين الطريقه ديالها وعمرناهم استفناهم في هذيك في هذه اللاطه ديال الكاطو ديال الكاطو هي هذه حيت هي اللي صغيره باش نجمعو ملينا باش يجيو مجموعين وحده حدا وحده ما بغيتش ديرهم ناعسين الطريقه اول مره كنا ندير انا وقفه جات زوينه المهم تقدروا تسيوها راه جات زوينه ودرنا فوق التطاب زدت لها الفرماج من الفوق فرماج هابي وصافي ونزلتها نقطعها معكم تشوفوا الطريقه كيفاش دايره يعني الم... المسائل اللي يعني كنديروا في لي هي اللي درتها بهذه الطريقه هذه انا اول مره كنجربها معكم الصراحه راه ماشي ملي يعني ما درتها بهاد لي بات هادو كنديرهم دوك لي بات الكاريين وهانتوما غادي تشوفوا معنا النهايه يعني ديالها بصراحه جات زوينه وعجباتنا وكليناها ها هي قلبتها هنايا هذه ف... بحيت غير صغيوره وتبارك الله ما شاء الله والله العظيم نزلت فيها البركه تبارك الله جات جات قويه ما شاء الله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال وشكرا الاخوات والاخوانات شتي <تصفح> ملصقات ما والو تنشكركم بزاف من هذا المنبر رمضان كريم ما تنساوش مكنسيه مشتراك والبارطاج وابوني واللي عنده يعني يكتب لي شي تعليق محفز كما كي كيقولوا القنوات الكبار بزيدوا بينا قدام ساعدونا راه البصمه في اي حاجه نظيفه ومزيانه راه هي في ميزان حسنات كل واحد فيكم وهي هذه دي لافان ديالها من غادي نقطع معكم واحد الطريف وراني كليته والله غادي من جات لذيده وزوينه ممكن حنايا راه غير العين اللي كتاكل قبل من من من, من, من الفم تقطعوها بطريقه كيف ما بغيتو انا بحيث قطعتي طريف صغير على حسابي قطعتو بهذه الطريقه حيت بغيت يقطع شي غاطويا ولا شي حاجه انا ما كنعرفش ندير الفرشيطه والموس المهم قبلوا على التقطاع ديالي وهانتوما مع اللفه ديال الفيديو شكرا ما تنساوش اللايك الله يرضي عليكم في هاد العواشر في سبيل الله هي خوتي عزاز انت أضحك معكم اللي 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 بغى يتطوع ويساعدنا ويدير يحسبنا راه حنا يعني تنديروا واحد المجهود باش نوصلوا شي حاجه اللي اللي كنبغيوها لنفوسنا كنبغيو نوصلوا الناس بحال وجوهاتكم والله يكثر خيركم الله يجازيكم بخير عنا كل خير سواء تابونيتو ولا ما تابونيتوش يعني يعني ماشي ماشي تكلف منكم راه هو غير جوديه من اي واحد فيكم دار معنا شي حاجه وجه الله سبحانه وتعالى او خوتي العزاز كما كنقولوا حنايا راه هذا الشيء ولا جاري به العمل سواء يعني الانسان عمرو كبير ولا انا بالنسبه ليا والله العظيم لا كنحس براسي زعما هذا اللاج ديالي كبير بالنسبه لهذا الشيء ما كنحسش بي راني مضيعه وقتي فيه كنحس براسي كندير شي حاجه اللي كنفع بها راسي وكنفع سي جامي شي ناس اللي يكونوا نقدر تنفع شي الناس والحمد لله على كل حال كنا غير كندعوا لبعضياتنا كنا غير نافع بيناتنا باش الله على بعضياتنا يوم القيامه نادل من هذا المنبر كاملين البنات اللي صغار مني واللي في اللاج ديالي واللي واللي كبر مني والله يجازيكم بخير والولاد كذلك راهم مشاركين معايا شي اخوان تاهم الله يجازيهم بخير وبارك الله فيهم وان شاء الله رمضان كريم بصرا رزق والهناء والكمال والإيمان والتقوى واللي دار شي بصمه اللي دار شي بصمه في شي محتوى نقي مزيان راه يوم القيامه غادي يشهد عليه وما غاديش يكون عليه وهانتوما معنا ولا لا جات زوينه بصحتكم راحتكم وسمحوا لي راني قتلت عليكم الهضره والفيديوهات بقيت ما غير نطولهم بزاف كفا هكا الله يجعل البركه وشكرا والى فيديو اخر ديك اللي سميتو لي بات جاوا حيت جاوا هنايا بحال الشكل هنايا خلاص لتحت هذا الفوق والداخل معمره بالكفته والبشاميل بدي شرك سبعكم وبصحة والراحة هنايا الكفتة والبشامال والليباط وهو لمواتي اللي قدرت قدامكم ونتمنى تجربوها ان شاء الله وبصحة والراحة